ثلاثة أسئلة تليها مناقشة، ويتعلق الأمر بخادمات البيوت، وعليه سيتم طرحها من طرف السيدات والسادة النواب المحترمين، ثم الإجابة عنها من لدن السيدة الوزيرة، ثم ننتقل إلى المناقشة العامة وفق المدة الزمنية المحددة للفرق النيابية. السؤال الأول للنواب المحترمين سعدية السعدي، نزهة العلوي، محمد أشبون، وعبد الله العروجي من الفريق الاشتراكي. فلتتفضل السيدة النائبة المحترمة. سيد رئيس، سيدة الوزيرة، سيدات السادة النواب المحترمين، استبشرنا واستبشرت المنظمات الحقوقية والنسائية بأن هناك مشروع قانون من أجل حماية الطفلات الصغيرات خادمات البيوت ومنع تشغيل هؤلاء الطفلات، وعلمنا أن هذا القانون أخذ طريقه إلى المناقشة والمصادقة، إلا أنه سمعنا مؤخرا بأن عبر الصحافة بأن هذا القانون أرجع من جديد إلى الوزارة المصدرة لهذا القانون لعدة أسباب، منها أنه ليس هناك إحصاء دقيق حول عدد هذه الطفلات، مسائل أخرى إلى آخره. إحنا بالنسبة لنا سيدة الوزيرة نتساءل أمامكم، أولا بغينا نعرفوا ما هي الأسباب الحقيقية لعدم يعني أخذ المسار الطبيعي لهذا القانون، وما هي أسباب التأخير، وأكثر من هذا ما هي الإجراءات الوقتية التي ستتخذونها في انتظار صدور هذا القانون، لأنه تيبان أنه غادي مازال غياخذ وقت طويل، بالتالي شنو هي الإجراءات المؤقتة لحماية هؤلاء الطفلات، خاصة وحنا كنعرفوا بأنه على الأقل يعني بطريقة غير يعني دقيقة أن هناك على الأقل 60,000 طفلة يوم هذا القانون. شكرا سيدة الوزيرة. شكرا سيدة النائبة. السؤال الموالي للنواب المحترمين حسين بن لقطو، رحول الهلع، المصطفى ايت بن علي، حسن مبخوت، المصطفى الغزوي، عايشة القرش، عدي ايت رهو، محمد البزيزي، وامل عمري من فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية. فتتفضل السيدة النائبة المحترمة. مشكورة. الرئيس، سيدان الوزيران، زملائي زميلاتي، مساء الخير. سيدة الوزيرة، في إطار دائما هذا السؤال المحوري، أيضا فريقنا يتساءل رغم أنه يتتبع باهتمام بالغ المجهودات التي تقوم بها الحكومة في هذا الإطار، ونتساءل عن مدى اهتمام الحكومة بهذه الظاهرة المشينة والتي تسيء كثيرا إلى سمعة المغرب، وأيضا هي سبب من أسباب عدم التنمية ومعيق اقتصادي، وهو أن الفتيات الصغيرات يشتغلن خادمات في البيوت. أضم صوتي إلى صوت زميلتي الأستاذة نزهة التي قالت بأن هذا القانون تأخر كثيرا، ونتساءل السيدة الوزيرة ما هي المجهودات التي تقومون بها للحد من هذه الظاهرة، ثم ما هي أسباب تأخر عرض هذا المشروع، هذا القانون الذي ينظم عمل الخادمات في البيوت على البرلمان للمصادقة، وشكرا. شكرا السيدة النائبة المحترمة. السؤال الثالث للنواب المحترمين محمد العطواني، فيصل الزرهوني، بركة بوعيدة، عزوز هرماق، عمر بوعيدة، محمد جني، محمد اليوسفي، بوتينا العراقي حسيني، عبد الرحمن الكامل، عبد اللطيف مرداس، إدريس حوات، بن عيسى المسعودي، وديع بن عبد الله، محمد حدادي، إبراهيم الناموسي، ومحمد أمولود من فريق التجمع الدستوري الموحد. فلتفضل سي العطواني. مشكورا. شكرا سيد الرئيس، السادة وزراء محترمين، أخواتي إخواني النواب محترمين. لقد باتت مسألة تشغيل الخادمات بالبيوت المغربية واقعا معيشيا لا مناص منه، وذلك لعدة اعتبارات ومتغيرات اجتماعية يمكن إرجاعها إلى عوامل الفقر وعوز العديد من الأسر الذين اضطرهم الأقدار إلى الاستعانة براتب شهري متأرجح على حد القول مقابل تقديم أبنائهم لخدمات يومية
بمنازل وشقق وفيلات، إلا أن أهم ما تم تسجيله في الآونة الأخيرة السيدة الوزيرة وفي ظل غياب أي إطار قانوني يمكن أن يقنن وينظم هذه المهنة وخصوصاً تحديد السن القانوني المسموح به قصد تشغيل الخادمات وغياب أنظمة التأمين والتغطية الاجتماعية لتشمل تلك الخادمات، وأمام تنامي ظاهرة السمسارة وكذا ما يتعرض له العديد منهن من المشاكل من طرف المشغل تصل إلى الاعتداء والتنكيل في بعض الأحيان. نسائلكم سيدة الوزيرة المحترمة، هل تفكر الحكومة في إجراءات وتدابير قانونية من شأنها تخليق وتأطير مسألة تشغيل الخادمات بالبيوت المغربية وبالتالي تحديد حقوق وواجبات كل طرف في هذه العملية؟ شكرا سيد نائب محترم. جواب سيد الوزيرة من فضلك. عندكم 12 دقيقة سيد الوزيرة. أتقدم بالشكر سيد رئيس المحترم، سيدة والسادة النواب والنائبات المحترمات والمحترمين، سيد الوزير المحترم. أتقدم بالشكر إلى السيدات والسادة النواب المحترمين على طرح هذا السؤال المحوري حول تشغيل الفتيات كخادمات البيوت، وكون هذه المؤسسة التشريعية المحترمة طرحت هذا السؤال هذا دليل على الوعي المتزايد بهذه المعضلة اللي هي لا تتلائم مع المغرب ديال القرن 21. فتشغيل الفتيات كخادمات البيوت هي تشكل واحد التحدي واحد انشغال اساسي لا بالنسبه للسلطات العموميه ولا بالنسبه للمؤسسات التشريعيه او المجتمع المدني، والحمد لله انها صبحت ما بقتش تابو وصبحت تطرح بكل شجاعه، وهذا كيبين على انه مؤشر من اجل القضاء على هذه الظاهره على عكس بعض البلدان اللي منتشره في هذه الظاهره واللي ما كيطرحوهاش ابدا لانه مازالت كتشكل تابو. فالتدخل ديالي غادي يكون ممركز على النقاط اللي تم الطرح ديالها من طرف الساده النواب والسيدات النائبات المحترمات، اي اولا فيما يخص الاجراءات القانونيه اللي كتبرمجها الحكومه من اجل منع تشغيل الفتيات كخادمات البيوت من قبل 15 سنه، وكذلك تحديد الحقوق والواجبات ديال الاسر. السؤال اللي طرحوه النواب المحترمين ديال التجمع الدستوري الموحد، كذلك التاخير اللي وقع في اصدار هذا القانون والاجراءات المتخذه من اجل حمايه هذه الفئه من الساكنه في انتظار القانون، واللي طرحوها السيدات والسادة النواب ديال الفريق الاشتراكي، وكذلك المجهودات ديال الوزارة وديال الحكومة من أجل القضاء على هذه الظاهرة وعلى أسباب تأخير ديال هذا القانون. السؤال اللي تطرح من طرف السيدة النائبة للفريق التحالف التقدمي الديمقراطي، فتشغيل الفتيات كخادمة البيوت كيشكل مس خطير بحقوق الطفل وتشكل حد للتفتح ديال هاد الفتيات وكيمنعهم من التمدرس ومن الحمايه وكيعرضهم فعلا الى جميع اشكال العنف كما تم ذكر ذلك على لسان السيد النائب من فريق التجمع الدستوري، وكذلك كيقضي على المستقبل ديالهم وكيعرقل التنميه البشريه للبلاد كما جاء كذلك في على لسان الفريق تحالف القوات التقدميه الديمقراطيه. فهذه المعضله هي منبع ديال مجموعه من القضايا والمشاكل الخطيره جدا المجتمعيه، مثل الامهات العازبات، حيث انه نصف الامهات العازبات هما كانوا خادمات بيوت صغيرات، كذلك التسول والتعاطي للبغاء، كذلك الظاهره ديال الاطفال المتخلى عنهم، الظاهره ديال الاطفال في وضعيه الشارع، كذلك يعني التشرد والامراض المتنقله جنسيا. والدراسات بينات بانه الاطفال التشغيل ديال الاطفال ما كيحسنش ابدا الوضعيه الاجتماعيه ديال الاسر، ما عنده حتى شي تاثير على تحسين
الوضعيه ديال الاسره اللي من بعد قام منها هاد الاطفال، كذلك الظاهره ديال الفقر ما يمكنلهاش تفسر لوحدها هاد الظاهره، لانه عندنا دراسات كتبين بانه جماعات اللي في نفس المستوى ديال الفقر البعض كيعطيو الاطفال باش يخدموا والبعض الاخر ما كيعطيوش الاطفال. كاين كذلك مجهودات هامه اللي كتقوم بها الحكومه نتيجه الالتزامات الدوليه والوطنيه ديال المغرب. فعلى صعيد الالتزامات الدوليه الكل كيعرف انه المغرب صادق على الاتفاقيه الدوليه لحقوق الطفل منذ 1993 وكذلك البروتوكولين الاختياريين الملحقين بها، كذلك تم تقديم ديال التقييم ديال تطبيق هذه الاتفاقيه الدوليه في نوفمبر 2009 20 سنه بعد تطبيق هذه الاتفاقيه. كذلك نحن نهيئ حاليا التقرير الثالث والرابع الدوري ديال المغرب امام الامم المتحده من اجل يعني اعمال هذه الاتفاقيه الدوليه. وكذلك هناك اتفاقيه دوليه اللي تمت المصادقه ديالها في 2000 و2001 هي اتفاقيه 138 و182 ديال المكتب العالمي للتشغيل فيما يخص السن الادنى لتشغيل الاطفال. كذلك عندنا التزامات وطنيه وكتعرفوا انه المرجعيه ديالنا هي خطه العمل الوطنيه للطفوله 2006 2015 مغرب جدير بأطفاله، وهذه خطة العمل كتحدد 10 ديال الفئات ديال الأطفال في وضعية صعبة ومن ضمنهم الأطفال اللي كيشتغلوا. وكذلك في هذا الميدان تم تقييم ديال هذه خطة العمل الوطنية للطفولة بعد سنتين، وتم يعني الوقوف على أهمية يعني انخراط الفاعلين المحليين في ميدان حماية الطفولة في اطار مقاربه مجاليه ديال القرب. وكذلك احنا حضرنا هذا في وزاره التنميه الاجتماعيه والاسره والتضامن هذا التقرير ديال البان او خطه العمل الوطنيه للطفوله زائد 4 سنوات، وغادي يتم العرض ديالو عن قريب امام الهيئات المعنيه. ففي ميدان ديال الاجراءات التشريعيه اللي تم اتخاذها، كان اولا قانون الشغل اللي تمت المصادقه عليه في 2003 بتناغم مع المبادئ ديال الاتفاقيات الدوليه متعلقه بتشغيل الاطفال، كتمنع تشغيل الاطفال اقل من 15 سنه. هناك كذلك القانون 0400 ديال 25/2000 متعلق بالتزام التعليم الاولي حتى السن 15 سنه، اذا كاينه الزاميه تم دروس. في 2006 كذلك كان مشروع قانون اللي كينظم العمل ديال خدام البيوت اللي تم التقديم ديالو من طرف وزاره التشغيل والتكوين المهني، واللي كذلك كيمنع تشغيل الاطفال. وكاين مشروع قانون اللي هو كيجرم تشغيل الفتيات الصغيرات كخادمات البيوت، واللي تم الوضع ديالو امام الامانه العامه للحكومه من طرف وزاره التنميه الاجتماعيه والاسره والتضامن. فيما يخص تطبيق هذا يعني تبني هذا المشاريع قوانين، لابد اننا نوقفوا على الصعوبات اللي لازم اننا غادي نتغلبوا عليها، ولكن الصعوبات هي موضوعيه. اولا حول الاليات ديال المراقبه وديال اعمال القانون، لانه المبدا ديال التفتيش كيف ما كاين في ميدان الشغل بصفه عامه كيتناقض مع المبدا ديال احترام حرمه المنازل. حرمة المنازل كذلك فيما يخص الخصوصيات المتعلقة بالعمل في البيوت بالعلاقة مع العمل في المقاولات، وكون الميدان ديال العمل في البيوت كيمس كذلك الحميمية ديال الأسر. ثم هناك مجموعة من الصعوبات اللي هي موضوعية، ولكن وزارة التشغيل والتكوين المهني كتعمل على تجاوز هذا العراقيل بالنسبة لمشروع القانون المتعلق بخدام البيوت بتعاون مع الأمانة العامة للحكومة. فيما يخص مشروع القانون المتعلق بمنع تشغيل الأطفال كخادمة البيوت في الوزارة، يعني اعتمدنا على حلول مجدده من اجل ترجمه الافق ديال القطع مع الممارسات ديال الماضي من خلال واحد المقاربه اللي هي ردعيه. اذا كاين يعني عقوبات اللي هي يعني قويه تجاه سواء المشغلين او كذلك السماصره وكذلك المتدخلين، كل المتدخلين بما فيهم الاسر اللي هي مسؤوله على الحياه ديال الاطفال ديالهم، وكذلك الشاهدين العاديين حتى هما يعني المسؤوليه ديالهم موضوعه في القانون. وكاين كذلك في هذا القانون كاين واحد الاجراء اللي كيعمل سنه
ديال توقيف التطبيق من اجل اعلام واسع للجمهور. والان نحن في تشاور مع وزاره التشغيل من اجل تناغم المقاربات ديالنا ما بين القانون اللي كينظم الشغل ديال البالغين وما بين القانون اللي كيمنع بطريقه كليه تشغيل الفتيات كخادمات البيوت. كذلك وزاره التنميه الاجتماعيه والاسره والتضامن قامت بتحضير واحد البرنامج ديال الالتقائيه المجاليه حول حمايه الطفوله اللي كتعتبر انه ضروري باش يكون واحد تضافر الجهود ديال كل المتدخلين، سلطات عموميه بمختلف القطاعات الحكوميه ومجتمع مدني ومؤسسات ويعني اساتذه واسر، كل شيء خصو يتعاون على حمايه الاطفال. و يعني هذا البرنامج تم الانطلاقه ديالو في الدار البيضاء وفي اكادير، وغادي يتم الاطلاق ديالو عبر في كل جهات المغرب، وكي يرتكز على مؤسسات اجتماعيه مرجعيه اللي كتقدم واحد الخدمات من نوع يعني حداثي. وكذلك كاين واحد التعبئه في الجهات المزوده، ففي 2009 قمنا كذلك بتعبئه مجاليه ودراسه حول وضع مرصد من اجل القضاء على تشغيل الفتيات كخادمات البيوت في شيشاوه بشراكه مع جمعيه انصاف. وعندنا دابا الان واحد العقده برنامج مع وكاله التنميه الاجتماعيه من اجل وضع اليات ديال اليقظه في كل الجهات المزوده على غرار تجربه شيشاوه. كذلك هناك مجموعه من المؤسسات الاجتماعيه من اجل حمايه الطفوله اللي وضعتها وزاره التنميه الاجتماعيه والاسره والتضامن. كاين اولا الوحده الاسعاف الاجتماعي المتنقل السامي سوسيال اللي تخلقت في الدار البيضاء وفي مكناس ومبرمجه في كل المدن الكبرى. كاين كذلك وحده حمايه الطفوله اللي هي فاعله المفعول في الدار البيضاء ومراكش وطنجه ومكناس ومبرمجه في عده مدن في اجل قريب. وهذه الوحدات حمايه الطفوله كتقوم بالتكفل بكل الاطفال في وضعيه صعبه. وكذلك كاين برنامج ديال التعميم كل هذه الوحدات في كل جهات المغرب. كذلك كاين في ميدان ديال التحسيس انطلقنا في بمناسبة ديال 12 يونيو 2010 اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال، وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن انطلقت بشراكة مع المرصد الوطني لحقوق الطفل وتحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم بالحملة الوطنية الثانية لمحاربة تشغيل الفتيات كخادمة البيوت. وهذه الحملة التحسيسية كاينة في التلفازة وفي الميديا وتوضعت تحت شعار مكان الفتاة هو في المدرسة وليس في العمل المنزلي. وكذلك قمنا كذلك بتكوين الفاعلين المحليين 240 اللي تم التكوين ديالهم في هذه السنة الأخيرة. وعلى كل كاين تراجع ديال ظاهرة تشغيل الأطفال، فعدد الأطفال اللي كيعملوا اللي هما عندهم أقل من 15 سنة اللي كان عددهم 517 ألف في 1999 داز إلى 170 ألف في 2009 مع تراجع ديال 67% في ظرف 10 سنوات. وهناك كذلك مجهودات ديال مختلف قطاعات حكوميه من اجل ضمان تمدرس لكل الاطفال ومحاربه تشغيل الاطفال ومسانده الاطفال اللي هما ضحايا مختلف انواع العنف. وفي الختام فقط انادي الى تعبئه كل المجتمع من خلالكم من اجل بناء مغرب ديال القرن 21 اللي كيحتاج الى كل اطفالهم من اجل انه يتقدم. وشكرا. شكرا السيده الوزيره على عرضكم. في اطار المناقشه العامه تدخل فريق الاشتراكي. شكرا سيده سعدي. شكرا السيد الرئيس، السيده الوزيره، الساده النواب المحترمون. السيده الوزيره كنشكرك على المداخله القيمه ديالك وعلى المعطيات اللي جيتي بها، ولكن بكل صراحه ما جاوبتيناش على السؤال اللي طرحناه. حنا طرحنا السؤال التالي، هو مشروع قانون قيل انه قدم ولم نعرف مصيره، هل بالفعل رفض ام لم يرفض؟
هذه مسألة الأولى. المسألة الثانية هو السيدة الوزيرة، احنا ما عرفناش شكون صاحب هذا المشروع. والسيد وزير التشغيل اللي البارح كان تيجاوب لنا على نفس السؤال في الغرفة الثانية، ولا وزارة التنمية الاجتماعية. بكل صراحة ما عرفناش هذا الملف في إطار التنسيق الحكومي. في إطار التنسيق الحكومي اشنو دايرين نتوما بجوج؟ قولوا لنا واش ديالك اللي ترفض ولا ديالو اللي ترفض، وفين مصير هذا؟ إذا هذه فيما يخص المسألة الأولى. المسألة الثانية السيدة الوزيرة، كنعتقد أنه من الأكيد أنك سرتي علينا واحد المجموعة ديال الاتفاقيات الدولية، ولكن نسيتي أنه حتى المغرب راه في قوانين، مثلا قانون جنائي كيجرم تشغيل الأطفال 15. ولكن مع الأسف ما قلتيش لنا نهائيا أشنو درتو نتوما فعليا، يعني وزارتكم اشنو قامت، يعني واش على الاقل دارت شي بحث باش تحصي فيه عدد الخادمات. قلتي لينا انه كاين 500 طفل كانوا موجودين ولاو 170. انت في نفس الوقت كاين واحد التناقض تقولي انه ما عندناش امكانيات ندخلوا للديور باش نحصيوا هاد الناس. اذا كيفاش قلتوا انه العدد ديال الاطفال تراجع؟ هذه مساله دار فيها واحد التناقض كبير السيده الوزيره. انا كنعتقد انه كان من واجبكم انتم كوزيره يعني مهتمين بالطفوله، انكم كنتوا اول وقبل كل شيء ديروا دراسة يعني الرصد لهذه الحالات وتقيموها، تعرفوا بالضبط ما هي الأسباب وما هي الأنواع. شكرا، انتهى الوقت السيدة النائبة المحترمة، شكرا لكم. تدخل الموالي لفريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية السيدة النائبة المحترمة. شكرا سيد الوزير، سيد رئيس، سيد الوزيرة. أيضا بدوري لا يسعني إلا أن أقول بأنه ما جاء في جوابكم هو عبارة عن برنامج عام وشامل للحكومة فيما يخص الطفولة وجميع المشاكل الاجتماعية، يعني بحيث أنه تكلمت على الأمهات العازبات، تكلمت على التسول، تكلمت على تعاطي البغاء، تكلمت على واحد المجموعة، أيضا تكلمت على تقارير، تكلمت على اتفاقيات، بينما السؤال واضح هو أين وصل مشروع قانون تشغيل الخادمات الصغيرات في البيوت، بحيث أنه مازال ما سمعنا شيء جواب. وكما قالت الزميلة اللي سبقتني هو أنه حتى السيد وزير الشغل في البارح في مجلس المستشارين على الأقل كان واضح وعطانا واحد الفكرة على أساس أنه راكين هناك واحد الصعوبات عملية. الآن تنسمعوا بأنه كاينين تقارير وإحصائيات، دور تقارير وإحصائيات انتهى، بغينا نشوفوا أشنو هو الحاجة اللي يمكن لها أنها تحد من هذه الدائرة، وأين وصل مشروع القانون ديال منع تشغيل خادمات البيوت، وفين وصل، وعلاش توقف، وكيف ومتى. شكرا. شكرا سيدة النائبة المحترمة. مدخلة الموالية لفريق التجمع الدستوري سي عطواني. شكرا سيد الرئيس، شكرا السيدة الوزيرة المحترمة على جوابكم. المشكل المطروح السيدة الوزيرة هو تشغيل الخادمات القصيرات دون سن 15 سنة، واللواتي يبلغنا ببلادنا الآلاف، وهذا الشيء اللي جاء في الجواب ديالكم، مما يدل على أن بلادنا لا زالت بعد قوانينها غير ملائمة مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها، كالاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل عام سنة 1993، وهي الاتفاقية التي تفرض على الدول الموقعة على حماية الأطفال من التنكيل والاستغلال. كما نؤكد لكم السيدة الوزيرة على أن المشكل يكمن في تطبيق القوانين وأجراءاتها عبر التنفيذ وملامسة الواقع المعيشي اليومي والحقيقي للخادمات في البيوت، وما يتعرضنا إليه من أبشع مظاهر الاستغلال المعنوي والجسدي، ناهيك عن ظواهر مشينة من قبيل التحرش الجنسي. لقد سبق لوسائل الإعلام في الآونة الأخيرة السيدة الوزيرة أن أثارت العديد من حالات التعذيب التي تم اقترافها في حق خادمات قاصرات اهتز لها الرأي العام الوطني، وأثارت سجالها حقوقياً واجتماعياً وثقافياً كبيرا، اعتبره العديد من النشطاء الحقوقيون والفاعلين الجمعويون أن هذا النوع من السلوك المنحرف في التعامل ليس سوى الشجرة التي تخفي غياب القيم الإنسانية، مشيرين إلى أن مظاهر التعذيب الوحشي للخادمات المتعددة كالكي والإحراق
بالزيت وقص الشعر بالعنف هي مظاهر أفرزتها الضغوطات الاجتماعية وقلة الوعي وانعدام الضمير الإنساني الحي الذي لا يكترث بالعواقب الخطيرة والمحدقة التي تحصل مستقبلاً. لقد كشفت بعض التقارير والبيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط وبعض المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الطفل على أن 55% من الخادمات من المغرب يتعرضن للضرب من طرف مشغلاتهن، و 86% يتعرضن للشتم والقذف، بينما تتعرض 4.2% للاعتداء الجنسي من مشغليهن. وأضاف ذات التقرير أن معدل الأجور الذي تتقاضاها الخادمات يقدر بحوالي 400 درهم شهرياً، موضحاً أن هذا المبلغ يختلف حسب سن كل خادمات، كما كشف التقرير على أن أغلب الخادمات بالبيوت المغربية أميات ولا يفقهن شيئاً. وحقيقة الأمر وحسب اطلاعنا فإن هناك العديد من الخادمات اللواتي تعانين معاناة صامتة خلف الأبواب الموصودة للأسر المحظوظة لتشغيل طفلات انتزعنا من حضن أمهاتنا ومقاعد الدراسة باكراً من أجل التفرغ لخدمة الغرباء عليهن في أوضاع وظروف لا تحترم فيها جلها حقوق الطفل كما هي متعارف عليها عالمياً. تلك المعاناة دفعت العديد من المنظمات الحقوقية والجمعوية داخل المجتمع المغربي إلى المبادرة بإطلاق حملة وطنية للتنبيه بظاهرة تشغيل القاصرات كخادمات بيوت بالموازاة مع عملية جمع التوقيعات المنددة التي تستهجن وتستنكر بشدة الانتهاكات السافرة لمبادئ حقوق الإنسان. هذه الحملة وتلك التوقيعات التي أتت على خلفية انفجار قضايا خطيرة تجد صداها بين الفينة والأخرى في الصحف ووسائل الإعلام المحلية، تتعلق بتعرض خادمات قاصرات لألوان من التعذيب أو سوء المعاملة والاعتداء الجنسي. لقد آن الأوان السيدة الوزيرة محترمة لإيقاف هذا النزيف الاجتماعي الخطير الذي لا بد له من تضافر جهود مختلف الفاعلين والمتدخلين من جهات حكومية وجمعيات حقوقية وفعاليات المجتمع المدني ومنابر إعلامية قادرة على خلق نقاش وطني بناء ومسؤول يراعي حقوق هذه الفئة والشريحة العريضة من المجتمع المغربي، والضرب على أيدي الوسطاء والسماسرة الذين يبقى شغلهم الشاغل هو الربح على حساب أطفال وأشخاص عاوزهم الفقر وقلة اليد. شكراً شكراً السيد نائب المحترم.